تكون جالس مالك ما بيك، حتى كيجيك شي خبر اللي كيزعزع لك المشاعر ديالك. بالنسبه لي انا تعودت على هاد البلان هذا. الا كان شي موقف ماشي مريح ليك ولا كيدرونجيك بزاف وما بغيتيش يبقى يدرونجيك، خصك تبقى تعرض ليه بزاف ديال المرات. نعطيك مثال، بزاف ديال الدراري فاش كيبغيو يوقفوا على الدريات كيبقاو يتفتفوا في الهضره، كيحمارو كيخضارو ما كيقدروش يواكبوا الهضره. ونفس الشيء بعد المرات مع الدريات. السبب واحد، هو ان داك الشخص ما داش من نفس الموقف بزاف ديال المرات. المهم من بعد ما صليت يلا قلت غادي نتكى نحط راسي قبل ما نسد عينيا، ويصوني التليفون ديالي كنجاوب لقيتو الجيرون ديال داك الريستو. قلت لي السلام عليكم، اش هاد الوقت هذا؟ بغيت نضحك معاه زعما. خونا ما جاوبنيش لكن بان لي بحال كيتنخصص ولا ما عرفت. قال لي سلمان. قلت لي شكون سلمان؟ قال لي سلمان اللي خدام معانا. قلت لي مالو؟ ياك ما دار شي مشكل هذاك المسخوط، ياك ما بدل الراي ديالو وبغى يبقى هنايا. قال لي لا. قلت لي وشنو واقع؟ قال لي سلمان الله يرحمه. قطعت المكالمه قبل ما نقول لي حتى شي كلمه. شفت شي كثرة، غمضت عيني وحاولت نتقبل داك البلان، حاولت نتقبل المود ديالو. ماشي سهلة تكون واقف مع شي واحد وضحك انت وياه وكتبلاني انت وياه، ومن بعد بضع ساعات يعيطوا ليك ويقولوا لك راه مات. ولكن انا ما كانتش عليا شي صدمة كبيرة بزاف، يكفيني ديك الصدمة اللي جاتني من بعد ما عيط لي الكوميسير وقال لي عائلتك كاملة ماتت. من تما بحال قتلتي فيا شي حاجة، بحال قتلتي فيا داك الإحساس للغير، ولا نزلي الهم ولا شي حاجة. وليت كنفكر دابا غير فراسي، حيت فاش أقرب الناس ليك كيمشيو مكتبقى تهمك حتى شي حاجة أخرى. عاودت عيطت للجيرو قلت ليه واش غادي تلاقاو دابا نجي عندكم شنو غادي ديرو؟ قال لي غير سير نعسلك حتى لغدا الصباح. قلت ليه غدا الصباح فين نتلاقى معاكم؟ قال لي اجي لامورك، وعطاني العنوان ديالها. قطعت انا وياه، حطيت التليفون ورجعت الناس بحال ما واقع والو، ولكن دماغي بقى خدام وكنفكر. شويه طاح لي واحد الفكره في بالي، ويلي يكون وصل الوقت زعما. سلمان الله يرحمه كان بغي يمشي للغربه، وانا قلت ليه الوقت اللي غادي تمشي فيه يقول لي باش نطلع تما لطنجه، وهو دابا مات. واش يقدر هادشي هذا يكون عنده علاقة بهادشي هذا اللي باغي نديرو انايا؟ يعني ربما جا داكشي متزامن، ويمكن حتى انا جا الوقت ديالي باش نطلع لطنجة، يمكن هادشي متزامن مع بعضياتو. من بعد ما بداو كيطيحو عليا بحال هاد الأفكار كنحسبهم بحال شي إلهامات وكنوض نبدا نطبق فيهم. المهم غدا إن شاء الله في الصباح غادي ندوي مع الجيران وغادي نقول ليه أنا اللي غادي نطلع لطنجة. بغيت نحاول ننسى ولكن مبقيتش كنفكر في سلمان، واخا تعرفت عليه لمدة قصيرة بزاف ولكن الكاركتر ديالو كان في شكل. سلمان تكون فيه شي متر وخمسة وسبعين في الطول، شعرو كحل وعينيك حليل، خونا كيضرب التحسينة نيشان لواحد ما تيبقاش يلعب مع شعرو، وعامر تبارك الله باينة فيه تياكل مزيان، وفي الهضرة ديالو كتحس بيه صادق وضريف بزاف، واخا عنده حاجة واحدة اللي خيبة هي ديك البلية. ولكن دابا مسكين مات وما عارف شتا باش مات وكيفاش. بغيت سارح مع هاد الأفكار هادو حتى داني الناس وضربتني الفيقة مع الخمسة ونص ديال الصباح، واحد الفروج ديال الجيران ديما تبقى يغوت مع ديك الوقيتة ديال الخمسة الخمسة ونص، وأول مرة غادي يفيقني. أما أخوكم موالف كيطيح كاو، نضت غسلت وجهي وصوبت الأكلة العجيبة ديالي، جوج بيضات الخبز وأتاي، مبقيتش كنفكر في سلمان. صراحة ماشي كنفكر فيه غير هو، ولكن كنفكر في الاحتمالات اللي كانوا غادي يدوزو. مثلا نكون خدمت أنا هنايا في كالسانيت، عاد من بعد شهر ولا شهرين ولا الوقت اللي غادي يمشي فيه هو غادي نطلع لطنجة،
شنو كان غادي يكون، ويمكن هاد الموت ديالو غادي يختصر عليا المسافه وتختصر عليا الطريق، وغادي نطلع لطنجه نيشان بلا ما ندوز ديك البيريود هنايا في كازا. مصائب قوم عند قوم فوائده. وانا مريح كنفطر وعيط لي الجيران، قال لي واش غادي تجي دابا؟ قلت لي قال لي غير صبر حتى ل 12 ما غاديش يخليوك تدخل تشوفو. حتى ل 12 نيت غادي تما ديك نقل الاموات وغادي نديو للمقبره. قلت لي صافي. قال لي سير دابا للريستو خدم معاهم شويه توصل لوقيتها من تما تحرك اللامور باش نمشيو. قلت لي صافي. داكشي اللي كان نيت ضربت حطه وتحركت دخلت للريستو. بديت كنقاد معاهم في اللعيبات طوابل وكنمسح الغبرة واي حاجه تما كنقادها. ضربت ديك 11 تقريبا بنادم بدا كيجي. دخلت للكوزينه وكنتسارى وكنشوف خوتنا بانوا ليا ناضين في الطياب غير الريحه كتشايك. وصلت عند واحد اختنا هي اللي مكلفه بالستيك وتجي يقولوا لها كتصرعهم مزيان. لازم حداك لا تبارك الله عليك كون ما كنتيش انتي كون دريستو في درج فايت من شحال هادي. اختنا ما دارتش عندي ولا شافت فيا ولا قالت حتى شي كلمه. بلاكس كانت خدامه كتصوف داكشي توقف. قربت لها باش نشوف لها وجهها بنت لي اختنا كتبكي. قلت لها مالك نقدر نعاونك في شي حاجه؟ واش عندك شي مشكل؟ قلت لها واش هذا كامل ماشي مشكل؟ قلت لها ما فهمتش. قلت لها سلمان. قلت لها الله يرحمه مسكين في النار انا ما كنعرفوش مزيان تلاقيت معاه غير البارح وانا تصدمت بحالي بحالك. قلت لها لا ماشي بحالي بحالك انا راه في علاقه معاه وكنا قراب غادي نتزوجوا من بعد ما كان هو غادي يمشي لطنجة وغادي يطلع لأوروبا وكان غادي يجيبني لعندو وكنا حاطين بزاف ديال المخططات شحال غنولدو من ولد وشنو غادي نسميهم وفينا بلاد غادي نعيشو وشنو غادي نديرو من بعد. ولكن دابا كل شي تدمر كل شي سالة. اختنا كتعاود ليا وكتنخسس غير باركة في واحد الكرسي. شوية اختنا بنت ليا بحال جات شي سيريا بدات كتغوت طاحت في الارض وبدات كتركل. ديك الساعه جاو الخدامه كاملين شي تيكب عليها في الماء شي تيصرفق فيها. اختنا من بعد هي تغيب ما بقاتش كتحرك. وا ديك الساعه عيطنا للامبيرونس ما جاش غير بالسس ودينا نيت الكلينيك اللي فيه لا مورغ اللي فيها سلمان. ناري لا صدفه كيفاش دايره هاد الجرم عطاني هاد العنوان دنيته. قلت انا هادي لقيتها خليت اختنا مع واحد الخدامه جاو معاها كانوا شي جوج عيالات نيت خدامين في الكوزينه لداخل وهي هي مازال صغيره تكون عندها ديك 24 عام حتى 25. هبطت انا لامور اللي كيجي غير السيكوريتي تما. قلت لي راه واحد السيد كدا كدا من العائله وخدام معايا سميتو سلمان ويقول لي واش دايرك سيدا. قلت لي الصراحه ما عرفتش باش مات. قال لي على قبلات المواصفات اللي عطيتيني راه جا واحد البارح في الليل طاحت عليه داك الكونتينر ديال الرموك وكان غادي في الموتور ديالو. واه مسكين باش غادي يكون حس ديك الساعه وانا داوي مع السكريت هو يجي للجيرم. الجيرم باش كيعجبني عنده واحد الشخصيه الاخر ما شافو السكريت ما دواش معاه حل ليه الباب نيشان. وصلنا ان الجيرم من داك النوع اللي تضرب الكوسيم والكرافات الشعر ممشوط ومحيد اللحية والموسطاش وخونا ما تيضحكش كيبالك ديما جامع الضحك وكيبالك ديما معقول كاريزماتيك كيعجبوني الشخصيات اللي بحالك كانسبيريوني. دخل نيشان هو يمشي نيشان لديك التلاجة اللي فيها سلمان حلا حيد عليه ديك ليزار. واه كيبان ليه راسو مضغط مسكين والله يجاو عينيه منفوخين. المهم السيفه ديالو تخسرات الله يرحمه مسكين. ديك الساعه الجيرون ردو وقال لي يلا نخرجوا برا. انا بقيت مكوانسي وكنشوف فيه حيت سارح في التفكير وكنتفكر ديك اللحظه اللي كنت جيت حتى انا
وشفت الوالد والوالدة واخوتي في الأمورك. اللحظة اللي عمر غادي تنسى ليه في حياتي بشاشا، عمري ما كنتش كنتوقع غادي نعيشها. خرجت برا وبقيت ساعي هو يسولني الجار، وكنا كنتسناو داك السانيت في داك نقل الأموات. شي وقفت مع الجار وانا نقول ليه حتى واحد من العائلة ديالو ما جا. قال لي سلمان ما عندوش العائلة غير ولد الخيرية هو. بقيت كنشوف فيه، قلت ليه تقريبا انت انا بحال. قال لي بنتي ليك قبيله بقيتي واقف ومصدوم مالك، دويتي معاه البارح ساعه ولفتي ولا شنو؟ ديك الساعه ما صبرتش وانا بدا كنعاود ليه في القصه ديالي. حتى انايا من النهار اللي كنت خدام في القهوه وصلتني ديك المكالمه من عند البوليس، وجيت شفت والديا حتى هما ماتوا بكسيده وضربهم رموك. ما وقفتش هنايا، بديت كنكمل وكنعاود ليه شي حوايج اخرين حتى وصلت ليه لداك الشيء ديال قانون الجذب والكتاب اللي طاح من عند ديك الدريه. خونا هو يبقى كيشوف فيها، قال لي علاش كتقول لي هادشي هذا؟ قلت لي الصراحه حيت كتبان لي من الناس اللي ناجحين انت في حياتهم، وما يمكنش تكون غادي بلا ما تعرف هادشي هذا، ما يمكنش تكون غادي موفق في المسيره ديالك بلا ما تكون عارف هاد السر هذا. بقى كيشوف فيها، قال لي مش بالضروره اي حاجه كنعرفو خصنا نبقاو ننشروها مع الناس، خاص الناس يديروا مجهود باش يوصلوا لهاد الحقائق هادو. بحالك نتايا راك درتي واحد المجهود، والمود ديال والديك راه عوضك فيه الله هي باش وراك هاد السر هذا. قلت لي انت فين تعلمت هاد الشيء هذا؟ قال لي الصراحه انا ما متعمقش في هاد الشيء هذا مزيان، ولكن قريت كتاب سميتو ذا سيكريت، سميتو السر، وكاين فيلم ديال هاد الكتاب هذا. تخرج الفيلم هو الاول ومن بعد خرج الكتاب. قداوه انا وياه على هاد البلان هذا. شو انا نقول ليه بغيت نطلع لطنجة. قال لي اش بغيت تمشي دير في طنجة؟ خليك هنايا في كازا مزيانة لك. قلت لي راك عارف دوزت بزاف ديال المشاكل هنايا، بزاف ديال الذكريات الخايبة، مبغيتش نبقى وسطهم. واللي كثر من هذا هو ان هاد المدينة هادي طلعت ليا في راسي الضجيج وبنادم بزاف المطايفات. طنجة كنظن نقية. قال لي غير قول لي بالضبط علاش باغي تطلع لطنجة، كماش انت كانت عندك النوايا بحال ديال سليمان الله يرحمه. قلت لي علاش كنت جيت انت عارف؟ قال لي شوف من الشخصية ديالي غادي يبان لك البلان، اي واحد كنعرفو فاش كيفكر. قلت لي الا فيا انايا ما عرفتينيش فاش كنفكر وغلطتي فادي. قال لي ما ناويش ولا كيفاش؟ قلت لي ما ناويش، وبالعكس كتجيني المعيشة في المغرب حسن بزاف من برا. قال لي واش صافي قررتي؟ قررتي؟ قلت لي اه. ديك الساعة جات نقل الأموات، دخلوا وزوه، ركبت انا مع الجيران في الطوموبيلة ديالو. خونا عنده واحد المرسيدس هربانة، راكبين فيها سادين علينا الجاج ومخدمين لاكليم، زيادة على ذلك واحد المقرأ ديال القرآن هاد. كنحس براسي خرجت من المغرب. قال لك الفلوس ما كيجيبوش السعادة، يمكن تكون بصح ولكن الفلوس كيجيبو الراحة، والراحة كتجيب لك السعادة. معادلة بسيطة. غادي هو يقول لي امتى ناوي تطلع؟ قلت لي ما كرهتش انا من غدا كاع. قال لي صافي بلا ناضي، غدا نتلاقاو في الريستونايا ونتحركو حتى انا طالع لطنجة، راك عارف البيرو عندي انا تما. قلت لي صافي بلا ناضي. مشينا دفنا سلمان. داك الساعة بدينا كنسمعو الغوات، من بعد ما صافي حطو لي التراب كندور كنلقى هانيت ختنا اللي كانت في علاقة معاه وكانوا غادي يتزوجو. بقاو شادين دوك العيالات اللي كانوا خدامين تاهما معاه في الكوزينة، وختنا باينة ما صابراش. جارون يقول لي ماشي سهل تفرق شي واحد دوز سماه كتر من 6 سنين. قلت لي ويلي كتر من 6 سنين وما هنايا؟ قال لي كتر من 6 سنين. بقى كيشوف فيه ويقول لي ولكن كون متأكد ان الله غادي يعوضها. قلت لي هادي ما عنديش فيها الشك. قال لي يلا يلا نمشي. خرجنا حطني في الريستو، بديت خدام معاهم ديك الساعة. كملت الخدمة ديالي، كملتها بكري مع ديك الربعة حيت جا واحد في بلاصتي باش انا نمشي نحيد عليه، نطلق الدار ونحيد نجمع حوايجي ولعيبات
باش لغد لي الصباح غادي نتلاقى مع الجيرون مع ديك الحطاش وغادي نتحركوا. داكشي اللي كان شديت الطاكسي وكان المود ديال الصاد، واحد الطاكسي كيبان جديد دوبل في واحد الداسيا، طاكسي حمر نيش. ما ركبتش معاه، خونا كيبان لي عرقان ومهلوك. بقيت كنشوف فيه غير طلعت انايا وركبتش معاه، خصوصا معاك الدار بواحد الحطه مزيانه. خونا ديك الساعه طلع الجاج وهو يخدم لاكليم. بقيت كنشوف فيه قال ليه مالك؟ قلت ليه واش للدرجه كيبان لك راسك ما كتستحقش؟ هو صاحبي النهار كامل وانت كدور والصاد وعرقان ومسخسخ، علاش ما خدمتيش لراسك لاكليم قبل ما تخدم عليا انايا؟ بقيت يقول لي لا غادي تخسر الطوموبيل كدا. قلت لي ديك الهضره كامله ما كايناش، ديك الهضره كاينه غير في المغرب صافي. ودابا انت نعم عليك الله بالطاكسي هذا جديد وفيه كليما وما بغيتيش تستعمل هاد النعمه ديال اللي عندك، يعني بحالك تقول الله ما تبقاش تعطيني في النعم حيت ما باغيهمش وما كندير بهم والو. وانا ما قلت لهاد الهضره هادي وبديت كندخل معاه في هاد الشهاده بان ليا تخلع. وصلني يلا بغيت نخلصو، قال لي لا لا والله تتمشي اخويا، غير هاد المعلومات اللي عطيتيني كيسوا بزاف، كيسوا اكثر من داك الخلاص اللي غادي تعطيني. بقيت كنشوف فيه قلت لها على الاقل انت استفدتي من هاد الهضره هادي اللي قلت لك وفهمتها، وانا متاكد انها غادي دير واحد الطفره نوايا في حياتك الا سي بحثتي مزيان في هاد الموضوع هذا. نزلت من عندو ودخلت نيشان للدار، مشاهي واحد الحاجه الاكله ديالي. ديك الساعه مشيت للحانوت خديت من عندو ورجعت للدار. قبل ما نبدا نطيب بديت كنجمع في الحوايج ديالي اي حاجه غادي نحتاجها. الدار اصلا باش نبقى عايش هاد المده هادي كامله بعت فيها بزاف ديال اللعيبات. ضربت حوايجي كاملين في واحد الباليزه قديمه ديال الوالد، واخا ما بغيتش نتا معايا نبقى غير نتفكروا بها. جمعت لعيبات كاملين حطيت الباليزه حدايا وبديت كناكل. ساليت الماكله ديالي شاد كاس ديال اتاي في يديا وكندور عيني في الدار نقول هادي الدار اللي كبرت فيها، كبرت فيها انا وخوتي والوالد والوالده ذو السماء ما مر طوال لنا ملي تزاديت. اوه وجا الوقت باش نفارقها وعمري باقي نرجع لها. كنت كنشوف بزاف ديال الناس كيدوا على تخرج من منطقه الراحه ديالك، ولكن دابا عاد عرفت القيمه ديالها. كان صعيب عليا بزاف هاد البلان هذا لدرجه بديت كنبكي ما حسيتش براسي. بديت كنتفكر غير دوك اللحظات الزوينه اللي دازو في الدار هادي. بديت كنتفكر ايامات الصغر وايامات فاش كنضارب مع شي ولد الشيران وكيجيو كيدخلوا علينا حتى للدار باش يتبراو. عاد ايامات عاشوره القنبول والجيران كاملين كيجيو عندنا للدار والوحده كتجمعهم كاملين كتصوب كسكسو ولا اي لعيبه. بديت كنتفكر دوك الايامات كاملين ديال المدرسة اللي كنت كنبغي نمشي لها غير بز الصافي، واصلا ما درت بها حتى شي حاجة. فرمشة عين مشى كلشي، حدث واحد بسيط كيقلب كلشي. ديك الساعة جمعت راسي قلت ما خصنيش نبقى دابا نفكر في هاد السلبيات، خليني ننسى دابا هاد الشي هذا. خرجت ديك الساعة غادي على رجليا ضارب ام بي 3 وضارب فيها لي زياد. وخوكم زارع عاقل في ودني والو ما كنحيدوش من ودني، يمكن هو اللي طيح عليا الطيمنيت بالموسيقى ديالو. ديك الساعة بدلتها ودرت شي دياسك اخرين، دياسك ديال النشاط. واخا سلمان يلا مات، ولكن خصني نتجاوز هاد المرحلة هادي ماشي نبقى حزين عليه الوقت كامل. بقيت غادي مسركل حتى لقيت راسي وصلت للبحيرة. كندور تما ما جات عيني نيشان في واحد المحل اللي فيه الكتاب ديال ذا سيكريت السر اللي دولي عليه الجارون قبيله وقال لي اقراه. قصدت تونيش انا نزيتو قلت ليه بشحال هذا؟ قال لي 35 درهم. جبت لي ديك الساعه عطيت عليه. رجل الدار محايد لي زياد وغير كنقرا فيه. هو من الصفحات الاولين دعقني هاد الكتاب هذا الصراحه، واش يكون الشيء اللي فيه بصح؟ واش يكون داكشي اللي طرا لي انا بصح ولا غير صدفه؟ يمكن خصني نبقى نجرب فهاد البلان هذا ديما. ولكن فهاد الكتاب هذا تيقول لك بلي هو اصلا هاد القانون هذا خدام 24 ساعه على 24، الوقت اللي كتفكر فيه انت هو راه خدام. المهم قلت يمكن خصني نجربه
شنو هي الحاجه اللي باغاها؟ إيه فاش نمشي لطنجه نلقى شي بيت رخيص حيت ما عنديش فلوس بزاف اللي كاليو ليا البلان. سديت الكتاب ديك الساعه، ضربت لي زياج في ودنيا، مخدم واحد الموسيقى نشيطة حتايا نايضة فيها البلبالة، وكنت خيل راسي لقيت ديك البيت، وكنت خيلو كيفاش مفراش وعايش اللحظة، وكنحمد الله وكنشكرو حيت عطا عليا. حسيت براسي آمنت بهاد البلان هدا مزيان. ما دخلت مع الدرب كتبان لي نايضة مضايفة، واه وبنادم عندنا ما كاياش. ما مشيت نشوف حيت بان لي بنادم مجموعي وش قلة. انا اصلا ما عرفتش شنو كاين، قلت مطايفة حيت ما يمكنش تكون شي حاجه اخرى من غير المضاربه. اوه الصداع هذا كامل على والو. بديت انا كنخشي راسي مع بنادم كنشوف باينه غتكون طايحه شي روح. كنطل كتبان لي حنان اللي كانت مع سلمان، كتبان لي طايحه في الارض وسخفانه، بنادم تيكب عليها في الماء، حوايجها كاملين مقطعين. دخلت وبديت كنفيق فيها، غبزز باش بدات كتحل عينها. بنادم مجموع وغلغوات على والو، تا واحد ما كيدير شي حاجه. لومبيلونس وتقول واش عيطوا ليهم. ما فاقت بنادم بدا كيتفرتك، ما بقاش التشويق ديك الساعه. هزيت الجنب ديال التروطوار، كان بنادم مازال تما عطاني قرعه ديال الماء شربت عليها. قلت لها نقول لك واحد الحاجه، هادشي اللي كديري فيه ما مزيانش، وهادشي هذا سميتو التعلق، والتعلق كيكون بالله بوحده. بصح الناس اللي دايرين بينا كنبغيوهم، وفاش كيفارقونا كنحزنوا عليهم، ولكن كيخصنا نصبروا. بقات كتشوف فيا، قلت لي انت غير حيت ما مجربش. قلت لها انا ما مجربش، ولكن انت اللي ما مجرب حتى شي لعبه. بديت كنعاود لها القصه ديالي، قلت لها انا كنت خدام عادي طرونكيل حتى كيجيني تليفون. الو جي من عند البوليس، مشيت عندهم داوني نيشان لامورك، بداو كيحلو في ديك الثلاجات، لقيت الوالد والوالدة وخوتي صغار اللي الله كنت معاهم الصباح وفطرت معاهم وضحكت معاهم. وانت كتقولي لي دابا ما حس بوالو وما فاهم والو وما مجرب والو. بنادم الله يتأهناني، ختنا حقداتني فاش قالت لي البلان هذا. نض ديك الساعة ومشيت في حالاتي، دخلت للدار، شتا انا نقرب ليهم كاع، انا اللي ديت راسي برجليا لعندها. دخلت للدار وبقيت مريح، بديت كنسي بحاجة وحدة هي كتاب السر، غادي و تنقرا فيه. بداو تيبانو ليا شي العيبات اللي كنت نيت كنطبقهم بلا ما نكون واعي بيهم، وكانوا كيخدموا معايا. المهم ديك الليلة دازت مشنشطة بالمعلومات اللي عرفتهم من داك الكتاب، ولكن كنحس بحال داكشي مازال ما دخلش ليا لراسي مزيان، خصني نبقى نجرب فيه. وهاد الكتاب نيتش كيقول لك باش تآمن بهادشي هذا واش تصدقو خصك تبقى تجرب فيه بزاف ديال المرات، من بعد كتبنى الإيمان بهاد البلان هذا وكيولي كيصدق معاك ديما. المهم خبطت بناسا للمرة التانية، ديك الفروج ديال الجيران كيفيقني مع الخمسة ونص بالضبط. الفروج هذا تا هو غادي نتوحشو، زيدو على هاد الدار هادي اللي كنت عايش فيها حياتي كاملة. غسلت صليت صوبت الأكلة ديالي العجيبة، واخا حسيت بها بداش كطلع ليا في راسي، هو كنضربها مع الفطور مع الغدا مع العشاء. المهم كان مازال الوقت بزاف، كنت داير مع جيروم هاديك الحداش في المحل. خرجت ومشيت ريحت في واحد الجردة، مديت معايا لا تليفون لا حتى شي حاجة، باغي نازل شوية، خصوصا داك الصباح كتكون الدنيا خاوية. مبقيتش كنفكر في داكشي اللي داز، وفي داكشي اللي كيدوز دابا، وفي داكشي اللي جاي من بعد. وكان آمل وكنقول ربما حياتي تحسن من بعد، ونوصل حتى انا لشي اهداف حاطهم في راسي. يعني كانوا بزاف ديال الناس وصلوا للاهداف ديالهم من قبل، علاش حتى انا لا؟ المهم دارت واحد الكونفرساسيون مقدره بيني وبين راسي. رجعت ديك الساعه للدار من بعد ما الجرده بدات كتنوض فيها الهيلاله، حنا المغاربه ما كنخليو حتى شي قنت، ما كنخليو حتى بلاصه مزيانه. المهم زيت الباليزه وتلاقيت مع السيد اللي كنا كارين عنده، عطاتو السوار ديالو وسلمت عليه وخرجت في حالاتي. شديت طاكسي نيشان لديك الريستو، ما وقفت قدامه
كتبان ليه الطوموبيل ديال الجيرون كاينه تما وهو جالس فيها. حل الشرجم وهو يقول لي طلع ديك الباليزه في المال، حل لي المال. خشيت فيها الباليزه ومشيت نيشان الكرسي القدامي اللي حداه، ريحت سديت الباب يلا غندور باش ندير الصنطه. كتبان ليه حنان جالسه اللور، درت عند الجيرون كنشوف فيه، قال لي راه حتى هي غادي تحول تخدم في طنجه.